لعبوا النهارده بجري قد ايه؟ لا جرى كتير جدا، دي اجهزه بقى، دي اجهزه، بس هو جرى كتير جدا. يعني هو معدل لمسه للكوره مثلا عامل 11 تمريره، فاز باثنين التحام ثنائي، قطع الكوره 6 مرات، فقد الكوره 5 مرات، صنع فرصتين، حصل على فاول واحد. فازارو لا عمل برضو مباراه، يمكن لا عمل مباراه كويسه، يعني هي الفرصه اللي ضيعها بس، ولكن هو ميزته ان هو بيخلق لنفسه فرص وبيخلق لزمايله. فازارو مكسب، يعني كل مباراه احنا بنتكلم الناس اللي بتنتقد ازارو، لا كل مباراه بيجيب جول، كل مباراه بيخلص. يعني النهارده جاب هدف، مباراه المصري جاب هدف وتسبب، صنع هدف وتسبب في ركله الجزاء، صنع هدفين. يعني فلاعيب مهم قوي يعني. طيب خلينا بقى نروح لواحد زي حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده